اول حمله اللي دارت في الجهه ديال الكويره والذهب، ان شاء الله شفنا تقريبا ما يقارب 180 ديال الناس، تخيرنا منهم 120 واحد اللي غدارهم العمليه. في اليوم الاول دار 32 عمليه، اليوم الثاني غدار 28، وغادي نوصلوا ان شاء الله يوم الجمعه ل 28. الطاقم الطبي مكون من 64 واحد، منهم تقريبا 14 من الاجانب، البرازيل، السويد، امريكا، ايطاليا، مصر والفلبين. بالنسبه للمغرب، الدكاتره جاوا من جميع انحاء المغرب. عندنا دكاتره التخدير، التجميل، دكاتره ديال طب الاسنان، دكاتره ديال طب الاطفال، عندنا طاقم شبه طبي، وعندنا الناس اللي مكلفين باللوجيستيك. هاد الحملات اللي كنديرهم كل مره كنديرهم في مدينه، دونك كاين المدينات اللي كنجيو لهم جوج مرات ثلاثه لانهم مدينات كبار، و سا ديبون ديال شحال ديال الناس اللي موجودين. وكنحاولوا نتقربوا ما امكن من المواطن، لان كاين الناس اللي ما عندهمش واخا العمليات مجانيه، كاين الناس اللي ما يقدرش يسافر من هنا باغزوم للاكادير، لان ما عندوش باش يتحمل المصاريف ديال لا ريجيون. ولكن الناس جاوا من بوجدور، جاوا من العيون، جاوا من الداخل، كاين الناس اللي جاوا من تطوان، كاين اللي جاوا الناس من طنجه، من ناظور، حسيمه، وجاوا باسم المغرب. تدخل في اطار اتفاقية شراكة ما بين ولايات الداخلة، مديرية الجهاز للصحة، وجمعية باسم المغرب. الهدف من هذه العملية هو علاج التشوهات الخلقية لدى الأطفال على مستوى الوجه، وكذلك بعض التشوهات لدى البالغين. لحد الساعة استفد من هذه العملية 32 شخص إلى حدود يوم أمس، واللي مبرمج تقريبا 127 الشخص اللي غيستافد من هذه الحمله. وهذا الرقم هذا مفتوح على الازدياد، لان كل نهار تتزادوا حالات اخرى للعلاج. كما شفتوا بنفسكم في داخل المستشفى والاروقه ديال المستشفى والمركب الجراحي الجديد اللي دشن، المستوى ديال الخدمات اللي تتقدم لهاد الناس هذا بتعاون ما بين الطاقم الطبي لجمعية بسمة اللي تتكون من 70 شخص تقريبا، والطاقم الطبي والتمريضي للمستشفى الحسن الثاني.